مرحبا. أرض السبع ألوان منطقة بجزيرة الموريشس أو الموريشس آيلاند بوسط المحيط الهندي، تشكلت من خلال الصخور البركانية الممزوجة بالماء فتحولت لتربة غنية بالحديد وبمادة الألومنيوم اللي بيظهر الألوان الزرقاء والأرجوانية. الطقس بلبنان مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان وتحديداً إلى عكار اللي عم بيسجل 31 درجة، ننتقل من بعدها طرابلس 29، جبال 30، برمانة 30، ومنرجع إلى صور 30، بيت الدين 26، نبطية 27، زحلة 28، بعلبك 26، والهرمل 30. أما الرطوبة فبتتراوح بين 45 وال 75% حرارة سطح الماء 30 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة رح توصل ل 27، النهار الأحد بتتراوح بين 26 وال 36، والتنين بين ال 25 وال 34 درجة. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. القدس 27، عمان 28، صنعاء 20، نواكشوط 28، الرباط 22، الجزائر 28، لندن 16، مدريد 25، وباريس 19. وهيدا كان كل شي. باي.